السلام عليكم، حياكم الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أعزائي الحضور، تتقدم شركة توكيل الجزيرة للسيارات الوكيل الوحيد للسيارات فورد ولينكولن بالمملكة بجزيل الشكر والتقدير لتشريفكم حفل تشييد السيارة العصرية والجديدة فورد إكسبيشن 2018. وبهذا التشييد سيتم عرض فيديو للسيارة كي تتعرفوا أكثر على مواصفات ومميزات السيارة الأفضل في بيئتكم. Thank you.
بيجي فتحة سقف فرامي، جيل التبريد تسخين، شاشة كبيرة، التشغيل من جوه بصمة، عندك محض يو اس بي وورا اثنين محض يو اس بي. بالنسبة للكراسي 10 سرعات، بالإضافة عندك إلى وضعيات قيادة، هنا الموتور يتميز بخمس وضعيات قيادة. في طبعا الدبل اللي هو الخفيف والتقيل، وضعيات القيادة دي هنا جديد عندنا. خمس وضعيات قيادة تختارهم وتشغل اللي انت عايزه تتخذ منهم على حسب الطريق. وفكر على بعض اتفضل السرعة عليك. سرعت بركان والله ما معلش لا بساعة